مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، معكم مع مصطفى ولعبة وحدوتة، والنهاردة الحلقة هتكون مختلفة في مكان مختلف ومتميز. هنبقى في أكاديمية رسم مميزة جدا، وأنا كان لي الشرف أن أنا أكون معاهم النهاردة وأعمل لقاءات مع بنات جمال قوي. يا تيا إزايك؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ أنا عارفة الموضوع الأول بيبقى صعب شوية، بس هنفك مع بعض. إيه رأيك؟ قوليلي أنت عندك كم سنة؟ 8 سنين. طيب انت هاتي دي كده، ايوه. قوليلي انت كنتي قبل ما نصور كده قلتيلي عايز تتكلمي في موضوع مهم. محشي. ايوه بالظبط كده. قوليلي بقى ايه بتحبي؟ ايه المحشي؟ محشي ايه؟ ورق عنب. بس الورق العنب ولا كمان الكروم؟ لا ورق عنب بس. تاكليه مع ايه؟ بط. الله الله، الناس كلها هتبقى جعانه دلوقتي. وبتحطي عليه سلطه؟ لا. مش سلطه زبادي؟ لا. تحبيهوش كده؟ طيب ماشي، يبقى احنا طيب قولي للناس، يبقى احنا بنحب محشي ورق العنب. احنا بنحب محشي ورق العنب. بتحبي ايه كمان؟ البط. لا الفاصوليا. بالهنا والشفا. طيب خلينا بقى نتكلم في موضوع الحلقه النهارده. موضوع الحلقه النهارده الناس، انت يا تيا بتحترمي الناس التانية؟ يعني لو عندك زمايلك في الفصل، عارفة يعني ايه كلمة احترام الاخرين؟ ان احنا نحترم الناس التانية يعني ايه؟ اقول الحاجات تاني يعني. قولي كل شكرا شكرا. عفوا. ماشي. ان انت لما تقولي لهم الكلام ده انت بتحترميهم. طيب في حاجة فاكراها، موقف حصل مع حد من اصحابك، فاكرة ان انت حصل حاجة بينكو وانت باللي عملتيه معاهم كنتي محترماهم؟ كانت صاحبتي مرة يعني كانت يعني انت قصدك ايه؟ مش فاهمة يعني. طيب هقولك حاجة تانية، عارفة يعني ايه كلمة تنمر؟ او يعني ايه؟ ارفعوها بالانجلش. قوليها طبعا. بولينج. بس فهميها لي اكتر بالعربي، معناها ايه؟ لما يحصل ايه يبقى ده تنمر؟ ممكن تتريق على الناس. ممكن تقولي على الناس ان هي بتخف في حاجات. وممكن تتخلي مع ناس وبس. طيب لو شفتي موقف قدامك، حد معاكي في الفصل بيتنمر من حد تاني، بيقول كلام وحش عليه، بيضحك عليه في موقف حصل، بيقعد يخلي زمايلكوا كلهم يضحكوا عليه، بتعملي ايه؟ تيا بتعمل ايه؟ هدافع عنه. هتعملي له ايه؟ هقول له لازم يصالحوا بقى. الله عليكي، تيا از ا سوبر هيرو. ايوه بقى. شكرا يا تيا. عفوا. شكرا ان انت كنتي معايا في لعبه وحدوته. عفوا. عايزه تقولي حاجه قبل ما نمشي؟ قولي. بحب المحشي. وانا كمان قوي. قول لهم باي باي. باي. ازيك يا اسيا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. تعرفي مين اللي اختار لك اسمك؟ لا خالص، ماما ما قالتلكيش الحدوته دي؟ اعتقد قالت لي نسيت. انا اظن ان ماما اللي سمتك الاسم الحلو، وبابي طبعا اكيد يعني كان ليه تدخل، بس انا حاسه كده ان ماما اللي اختارت الاسم المميز قوي ده، صح؟ حاسه كده زيي؟ معرفش. طب قولي عندك كام سنه؟ 8. 8. طب قولي لي يا اسيا، النهارده بنتكلم في لعبه وحدوته عن احترام الاخرين. لما بقول لك كلمه احترام الاخرين بتفتكري ايه؟ حاجه اسيا بتعملها مع اصحابها، جيرانها، ناس معاها في النادي، بابا وماما، بنعمل ايه عشان نقول احنا بنحترم الناس اللي قدامنا دول؟ تساعدهم. ماشي. ايه تاني؟ مضايقهمش. برافو عليكي برافو عليكي. وايه كمان؟ ونقول لهم مش كلام ما يسألوش مننا. ماشي. لو اسيا موجودة في مكان ودخل راجل عجوز داخل كده مش لاقي ولا كرسي، كل الكراسي في ناس قاعد عليها وهو مش عارف يعمل ايه، اسيا هتعمل ايه؟ هقوم انا على الكرسي واديله الكرسي بتاعي. الله بقى. ايوه بقى سوبر هيرو هو ده. طيب هسألك سؤال تاني، عارفة التنمر؟
طيب التنمر ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. حصلت قدامك قبل كده في المدرسة؟ حصل أي موقف حاجة من زمايلك في الفصل أو أنتوا في الفسحة شفتي موقف قلتي إيه ده؟ دول بيضايقوا صاحبتي أو بيضحكوا عليها في حاجة افتكرتي؟ طب قولي. هو كان احنا كنا عندنا ادوار لازم نعملها، فكان في بنت صاحبتي ما خدتش دور، فكان في ولد كان بيضايق كان بيضحك عليها اللي هي ما خدتش دور، فلما انا هو زي المس بتاعتنا بتحذف حاجه واحنا لازم ناخدها، فانا دي كانت تاني مره اخدتها، واللي بياخدها بيطلع يعمل الحاجه دي، فانا اديتها لها وهي اللي عملتها. برافو عليك يا فندم، برافو عليكي قوي. وهي اتبسطت اكيد. والولد عمل ايه؟ بص قدام وسكت. برافو، ايوه عشان حس ان هو كان غلطان. طيب قوليلي، فاكره حد معاكي في المدرسه حصل معاه موقف بينكوا انتوا الاثنين حسيتي ان انت بتعامليه موقف تاني غير التنمر، ان انتوا بتتعاملوا مع بعض انت بتحترميها قوي وما تقدريش تزعليها ابدا، وده خلاكوا صحاب اكتر من الاول؟ اسمها ايه؟ فريده. الله يا فريده، احكي لنا بقى قصه فريده. هي بنت مع اخواتي في الكلاس. مش معاكي انت؟ جريد 1. هي كانت بنت طيبة جدا وتساعدني كتير، فابتديت احبها ونحب بعض اكتر وبقيتوا صحاب قوي. طب قولي لها يا فريده، قولي لها اي حاجه في الكافيه، قولي لها ايه عشان هتتفرج على الحلقه، قولي لها قولي يا اسيا. يا فريده انا بحبك. يا روحي. شكرا يا اسيا. العفو. اتبسطتي في لعبه وحدوته؟ شكرا. العفو. لعبة وحدوتة على راديو 90-90. ازيك يا تاليا؟ كويسة. عاملة ايه؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ 10. واو، احنا معانا ناس كبار قوي. حلوة قوي اللي انتي عاملاه ده، قوليلي ايه ده؟ كاكتس. واو، ده صبار يعني صح؟ بالعربي صبار. وهتعملي ايه تحت في حتة الارض دي ولا دي صحراء؟ صحراء. صحراء، حلوة قوي. عملتيها النهاردة؟ عملتيها تحفة، بس عجباني قوي. هتكملي عليها حاجات تانية؟ هتحط لها ورد وحركات هنا ولا ملوش ورد؟ حط. ماشي اوكي. طيب قولي لي يا تاليا، انت عندك اخوات؟ عندهم كم سنة؟ سنة ونص. دول صغيرين قوي. طب قولي لي، بتساعدي ماما ان هي تعمل لهم حاجات وكده ولا تقولي انا مشغولة ومش فاضية وسيبيني بقى العب واعمل الواجبات بتاعتي؟ لا ساعات. بتساعديها؟ حاسة ان انت بتساعديها كتير، حاسه كده يعني تاليا شكلها بتساعد. بتساعديها ساعات. اسمها اختك اخوكي ولا اختك؟ هي. اسمه ايه؟ فريد. الله اسمه حلو قوي. يا فريد قولي له حاجه لما يكبر شويه يشوف تاليا بتقولها له. ان هو مجنون. اوكي يا فريد، انت جننت تاليا. عايزه تقولي له ايه كمان؟ بس. طيب قولي لي، احنا النهارده في لعبه وحدوته بنتكلم على احترام الاخرين. لو انت في الفصل بتاعك شفتي حد بيعمل اللي هو التنمر البولينج، بيضايق حد من اصحابك او حد في الفصل، بتعملي معاه ايه؟ بتعملي ان انت ما شفتيهوش اصلا ولا بتساعديه وتقولي له ما تعملش كده تاني؟ لا بروح مثلا، لا يعني لو عمل حاجه غلط بروح اقول له انت ليه عملت كده او كده، عشان لو يعني التاني ما يتضايقش. طب قولي لي، معنى ان احنا نحترم الناس اللي معانا في الفصل او زمايلنا او قرايبنا، تعملي تاليا تعمل ايه معاهم؟ تعمل لهم ايه؟ لو يعني ايه؟ لا يعني لو حد بيتنمر على حد. لا، ان احنا عشان لو احنا معانا زمايلنا في الفصل وبنحترمهم، ايه الموقف اللي تاليا تقول انا بحترم زميلتي دي في الفصل؟ بتعملي لها ايه؟ ان انا ما ضايقهاش وعمري ما يعني ما اضرب ولا ضايق حد. برافو عليكي. ولو شفتي حد تاني بيضايقها تساعديها؟ برافو عليكي. طيب لو دخلتي مكان وشفتي حد عجوز مش لاقي كرسي يقعد فيه
ومش عارف يعمل ايه ومش لاقي حد يساعده ان هو يقعد او يشتري حاجة، مكان زحمة قوي، طابور طويل، وتاليا واقفة في الطابور ده وخلاص قربت توصل وشافت الراجل العجوز ده داخل، هتعملي له ايه؟ هتديه مكان في الطابور مكانك، ولا هتعملي مش شايفة كده وتبصي الناحية التانية تقولي ياه انا بقالي نص ساعة واقفة مش قادرة اقف تاني؟ خليه يقف قدامي. برافو عليكي، الله عليكي. هتوقفيه قدامك وترجعي ورا ولا تديه مكانه وتفضلي وراه؟ لا ممكن ارجع مكانه بس هو يخلص لانه هو كبير. برافو عليكي يا تاليا. Give me five. ايوه بقى. طيب اخر سؤال هساله لك. تاليا معاها في الفصل واحده متضايقه النهارده، يعني المود بتاعها مش تمام، مش كويسه قوي، وقاعده بتعيط ومش عايزه تكلم اي حد، ممكن تعملي لها ايه؟ اسالها ليه متضايقه واقعد معاها لحد ما تبقى كويسه. وده حصل معاكي في موقف قبل كده، فاكره حاجه تحكيها لنا؟ كانت صاحبتي قاعده متضايقه فكنت قاعده بقول لها مالك، هي مش بترد، بس فضلت قاعده معاها لحد ما قالت لي ان هي متضايقه من حاجه وبس. اسمها ايه صاحبتك؟ فريده. يا فريده يا بختك ان تاليا معاكي وبتطبطب عليكي ومش عايزاكي تبقي متضايقه ابدا. شكرا يا تاليا. عفوا. شكرا يا روحي. دي لارا، ازيك؟ كويس. عامله ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 11. انت رسمة حاجات حلوه قوي، قولي لي انت عامله دي عشان تحطي فيها الاكسسوارز بتاعتك ولا عاملاها ليه؟ عشان احط فيها الاكسسوارز. طب وريهاني كده، وريني انت رسمه جواها ايه ده؟ تشيري. عملتيها كلها لوحدك، دي حاجه تحفه. ممكن لو كده بعد كده تعملي بيسز اكتر وممكن اشتري منك حاجه ولا ايه؟ تعملي انت البيزنس بتاعك؟ تحبي تعملي حاجات بايديكي كتير؟ تحبي تعملي ايه؟ بيسلت. بس يعني عندك حاجات انت بتعمليها في البيت غير الارت؟ بتعملي بريسلتس وبتعملي حاجات حلق وحاجات الحاجات الحلوه دي؟ تعرفي؟ ممكن تبقي تعلميني؟ ماشي. طيب قولي لي يا دلارة، النهاردة في لعبة وحدوتة بنتكلم على احترام الآخرين، لما بقولك الكلمة دي إيه اللي بيجي في دماغك؟ تساعد الناس؟ أنت بتساعدي الناس؟ لو حد بيزعل نسأله أنت ليه زعلان؟ طيب لو دخلتي يوم الفصل بتاعك ولقيتي حد من زمايلك قاعد متضايق قوي ومش عايز يكلم حد، بتعملي له ايه؟ اساله انت ليه زعلان. وبتحاولي ان انت تضحكيه او تلعبي معاه؟ طيب قولي لي، لما بتدي ميعاد لحد من صحابك تخرجوا خروجه تعملوا حاجه مع بعض، بتروحي في الميعاد ولا بتتاخري؟ بروح في الميعاد. دايما؟ لا مش دايما. بتتاخري ساعات غصب عنك ولا وانت قصده؟ غصب عني. انت عارفه ان انت لما تروحي في الميعاد بتاعك دايما لو اتفقتي مع حد من صحابك على ميعاد معين وروحتي في الميعاد وابدا ما تاخرتيش، انت كده بتحترمي الشخص اللي قدامك؟ صح؟ طيب قولي لي حاجه حصلت مع حد من زمايلك وانت شايفه ان حد من زمايل بنوته صاحبتك هي بتعمل دايما حاجه معاكي، انت شايفه ان هي بتحترم ديلارا جدا. صاحبتي اسمها ايه؟ نور. بتساعدني دايما لما بيسأل في الكلاس ورك مثلا، تساعدني فيها دايما، ما الكويشن نفسه لما مش بفهمه بتساعدني فيه. يعني لو اي حاجة انت مش فاهمها كويس وبتسأليها بترد عليكي على طول؟ وانت شايفة ان مساعدتها ليكي دايما ده هي كده بتحترم ديلارا قوي، صح؟ قولي لها، قولي لنور حاجة. بصي للكاميرا وقولي لها حاجة. شكرا يا نور. شكرا يا نور ان انت بتساعدي ديلارا وبتاخدي من وقتك ان انت تعملي لها اي حاجة هي مش فاهماها. طيب قولي لي، لو انت في مكان وشفتي ولاد او بنات بيضايقوا حد من زمايلك وعملوا حاجة مش كويسة اللي هي التنمر البولينج، ديلارا بتعمل ايه؟ هلو هروح لما تنبولي وراح اساعدها ولما تسعليش.
بتساعديها، بتاخديها مثلا وتروحوا للمدرسة وتقولوا لها ايه اللي حصل؟ اه. وايه كمان؟ بس بس كده؟ طيب برافو عليكي. قولي لي اخر حاجة هسألها لك، لو حد من اصحابك شفتيه واقف بيضايق حد تاني وكل اصحابك التانيين جريوا بسرعة ومش عايزين يساعدوه وما بصلوش اصلا، دلارة بتجري معاهم وتعمل ان هي كمان ما شافتش، ولا بتقف وتساعد وتعمل حاجات حلوة قوي؟ تقف وتساعد. طيب حاجة كمان، لو دخلتي مكان وشفتي حد تعبان والناس كلها عاملة او صحابك عاملين صوت عالي قوي وفي شخص مصدع شايفاه عنده صداع او تعبان ومش قادر، بتقولي لهم ايه؟ انا ما يزعقوش. بتقولي لهم ايه؟ زعقوش. ما يزعقوش؟ انتي عارفة ان انتي سوبر هيرو؟ هاي فايف. ايوه بقى. شكرا يا دلارة. شكرا. شكرا يا روحي.